Our lecture for this today, we talk about Corynebacterium diphtheria. The general characteristic for this bacteria including number 1, gram-positive rod that appear as a club shape because endospore forming that present at one end of pool. إذن هي إندوسبور فورمينج يتركز الاسبور عند نهاية أحد الأقطاب فيعطيها شكل الهراوة أو شكل المطرقة. Arrange in as Chinese letter and are angle because appear as V or L shape. Direct diagnosis under microscope راح نلاحظ أنها تظهر بشكل يشبه الأحرف الصينية لأن تترتب بشكل حرف L أو حرف V. إذن هذا أيضا من كصفة تشخيصية لهذه البكتيريا under microscope تحت المجهر. Half-metachromatic granule أيضا تحتوي هذه البكتيريا على الميتوكروماتيك جرانيول أو ما تعرف بالإنيرجي جرانيول حبيبات الطاقة distribution through the bacilli اللي تنتشر خلال العصية. وأيضا هي كصفة تشخيصية أخرى لهذه البكتيريا under microscope. Non-motile, non-capsulated. إذا لا تحتوي على كبسولة وهي أيضا غير متحركة. Polymorphic تحتوي على ظاهرة تسمى ظاهرة تغاير أو تعدد الأشكال لأن نلاحظ أن هذه البكتيريا تظهر بأرنجمنت مختلف ومتعدد under microscope. هذا هو الشكل الكلاب شيب اللي تظهر به هذه البكتيريا Corynebacterium diphtheria under microscope. اوكي. بالنسبة للكلينيكال فايندينج الريسبيراتوري ديفثيريا تكون thick gray adherent pseudomembrane over the tonsil and throat. اذا راح تظهر بشكل غشاء كاذب gray يكون لونه gray وايضا thick ويغطي منطقة التونسل أو الثروت. في حالة الكيوتينيوس ديفثيريا راح تكون عندنا ulcerating skin lesion وأيضا تكون covered by gray membrane وهذا في حالة الإزالة نلاحظ أنه يحدث bleeding. فإذا هذا أيضا كclinical picture مهمة في حالة الدياغنوزيس لتشخيص الإصابة بالديفثيريا. اللابراتوري دايجنوسيس السبيسمن اللي ممكن ان توصل الى المختبر قد تكون ثروت سواب فروم سيدو ممبرين. نعمل لها الدايركت اكزامينيشن باي اكزامين اندر ميكروسكوب ستينينج باي جرام ستين اور ميثيلين بلو او بواسطه سبيشال ستين سيليكتيف فور ذس بكتيريا نيمد البرت ستين. اذا ممكن ان نصبغها بصبغه جرام ستين أو الميثيلين بلو أو صبغة الألبرتستين اللي هي صبغة سيليكتيف انتقائية وسبيشال خاصة بالنسبة لبكتيريا الكورينيباكتيريوم ديفثيريا. تظهر هذه البكتيريا بحالة جرام ستين جرام بوزيتيف رود أرنج إن إل أور في شيب. الميثيلين بلو والألبرتستين تساعد على تمييز الميتوكروماتيك جرانيول أو الإنيرجي إكرانيون لأن تتقبل هذه الصبغة فراح تظهر واضحة تحت المجهر. ممكن أن نزرع هذه البكتيريا على عدة أوساط زرعية فمن ضمن الأوساط الزرعية Selective for Corynebacterium diphtheria هناك ثلاث أوساط زرعية مهمة ممكن أن نعزل عليها بكتيريا الخناق. Number 1 Loifer Serum Slope. لاحظ المستعمرات على وسط لويفر تظهر بشكل كريمي وايت كولوني in 6 to 8 hours. إذا نلاحظ أنه النمو يكون سريع على هذا الوسط ممكن أن تظهر قبل 24 ساعة تظهر خلال 8 ساعات وتكون بشكل مستعمرات لونها يكون كريمي. هذا الوسط عنده عدة مميزات ويعتبر وسط مهم في حالة عزل بكتيريا Corynebacterium diphtheria. من ضمن المميزات لهذا الوسط Growth is very fast
احنا عرفنا انه الجروث ممكن ان تظهر خلال 6 إلى 8 ساعات، يعني قبل 24 ساعة. اذا growth is very fast. Meteochromatic granule are seen better. اذا حبيبات الطاقة ممكن ان تظهر واضحة بالنسبة للعصيات اللي تنمو على هذا الوسط. Collect fluid at the base of medium which could be used in toxicity and biochemical test. ممكن ان استخدم هذا الوسط لاجراء مجموعة من الاختبارات السمية او الاختبارات الكيميائية المستخدمة في تشخيص هذه البكتيريا. اذا هذه هي مميزات او هذه مجموعة المميزات اللي يتميز بها هذا الوسط المستخدم لعزل الكوريني بكتيريوم ديفثيريا. ايضا من ضمن الاوساط الزرعيه المستخدمه بعزل هذه البكتيريا وسط البوتاسيوم تليورايت ميديا او ماكلويد ميديا. لاحظ شكل المستعمرات او لون المستعمرات على هذا الوسط appear as black colony because this agar contains tellurite that is reduced the element tellurium with within the organism. هذه الكائنات كوريني بكتيريوم ديفثيريا لها القابلية على اختزال عنصر التوليورام اللي هو أحد المكونات الأساسية الموجودة بهذا الوسط. عند اختزاله وتحويله إلى عنصر مختزل التوليورايت راح تظهر المستعمرات بشكل بلاك كولوني، مستعمرات سودة. إذا ممكن أن نستخدم هذا الوسط أيضا للدياغنوسيس، تشخيص هذه البكتيريا. يمتلك أيضا مجموعة من المميزات لتجعل وسط مهم وانتقائي for كوريني بكتيريوم ديفثيريا. Number one, it is selective media. Number two, it gives discrete colony for كوريني بكتيريوم ديفثيريا. إذا هو وسط انتقائي وممكن أن يعطي مستعمرات واضحة black colony بالنسبة لكوريني بكتيريوم ديفثيريا. It can differentiate strains of كوريني بكتيريوم ديفثيريا. إذا ممكن أن يعمل لي differentiate، تمييز أو تفريق between strains، بين سلالات الكوريني بكتيريا. It can be used to isolate كوريني بكتيريوم ديفثيريا from carrier even the small number of bacteria are present. إذا ممكن أن يساعد على عزل الكوريني بكتيريوم ديفثيريا حتى وإن كانت بأعداد قليلة بالأشخاص الكيرير إلها. إذا هذه مجموعة من الفوائد أو المميزات اللي تجعل هذا الوسط الثاني هو أيضا وسط مهم وانتقائي بالنسبة لهذه البكتيريا. أيضا الوسط الأخير والثالث اللي يعتبر أيضا وسط ضروري لعزل الكوريني بكتيريوم ديفثيريا هو وسط التنسل سيستين صوديوم ثيوسلفيت تليورايت سيرام أجر. نلاحظ المستعمرات أيضا تظهر بشكل بلاك كولوني، وهنا البلاك كولوني هو نتيجة إنتاج الـ H2S اللي يعطيها هذا المظهر أو اللون الأسود للمستعمرات. من أحد الاختبارات اللي تجرى لبكتيريا الكوريني بكتيريوم ديفثيريا هو توكسيجينيسيتي تيست، اختبار السمية أو اختبار التحري عن إنتاج سم الديفثيريا، سم الخناق. هذا الاختبار أما يعمل إن فيفو باستخدام الإكسبرمنتال أنيمال، حيوانات التجربة، وهذا عنده إذن يسمى شايك تيست، أو يعمل هذا الاختبار إن فيترو مختبريا باستخدام الأنتيبادي بيس جل، وهذا يسمى الإليكس تيست، أو ممكن أن نستخدم التشو كلتشر المزارع الزرع النسيجي، أو باستخدام الموليكولار تيست الاختبارات الجزيئية باستخدام البي سي آر. إذا هذه عندنا 4 اختبارات ممكن عن طريقها أما نتحرى جينيا أو نتحرى عن مختبريا باستخدام الأنتيبادي بيز جل ديفيوجن، أو نتحرى باستخدام التشو كلتشر، أو نتحرى باستخدام الإكسبيريمنتال أنيمال حيوانات التجربة. إذا هذه 4 اختبارات ممكن أن نتحرى بها عن إنتاج السم أو وجود السم الدفثريا. راح ناخذ من ضمن هذه الاختبارات او نتكلم عن اختبار الشايك تيست. الشايك تيست هذا الاختبار مثل ما قلنا هو انتراكيوتينيوس سكن
Guests distinguish between persons who are susceptible and those who are immune to diphtheria toxin and to tests for sensitive to toxoid. إذن هنا test is performed by intradermal injection. تأخذ حقنة تحت الجلد هي عبارة عن 0.1 من purified toxin من التوكسين المنقى. إذن حقنة injection تكون intradermal تحت الجلد من التوكسين. If the patient has no antitoxin, إذا كان المصاب هو ما يمتلك antibody لهذا التوكسين will cause inflammation راح تظهر عنده فد التهاب أو قرحة at the site of injection عند موقع الحقن بعد 4 إلى 7 أيام. If no inflammation, إذا ما ظهر inflammation, إذا معناه أنه بالبلاتستريم for patient أكو antitoxin is present and the person is immune. وهنا الشخص يكون ممنع لأن هو حامل الانتيتوكسين فمن انطينا الانجكشن حقنة التوكسين حدث تفاعل فاختفى الانفلاميشن أو ما ظهر أصلا انفلاميشن. That's enough. هذا كل ما يتعلق ببكتيريا كوريني بكتيريوم دفثريا. نركز على الدايركت دايغنوسيس التشخيص المباشر بالنسبة لهذه البكتيريا وأيضا الأوساط الزرعية ومميزات كل وسط زرعي لهذه البكتيريا. شكراً.